بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعافي هو فضل من الله تعالى وعطية لك، فاطلب الشفاء من الله تعالى كما في الحديث: اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي التشاف، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. في الغالب أصابك شؤم معصيتك في فترة من فترات حياتك، فنسيت ربك وأقبلت على ذنبك في تلك الفترة، وامتلأ قلبك منه وبدأت تعبد الشهوات، تقبل على الدنيا بكليتك واستحوذت على تفكيرك وسيطر الاهتمام بها على قلبك وعقلك، وبدأت تتبع هوى نفسك، فكان هذا الابتلاء كي يتطهر قلبك من حب ما سواه جل وعلا، وكي تنكسر وتعود إلى ربك متضرعا تائبا، وتقلع عن حب الدنيا والتعلق بها مما أنساك الآخرة وعبادة ربك الذي خلقك من أجله، والآخرة نسيتها والتي هي حظك، فالخسارة كل الخسارة بخسارة معية الله لك وطهارة قلبك، والضياع كل الضياع بالإقبال على ما ليس فيه سعادة لك في الدنيا أو في الآخرة، والفوز كل الفوز في النجاة من النار ودخول الجنة، والهدى كل الهدى بتعلم ما في كتاب الله والعمل به والاهتداء بهديه والاستنارة بنوره، وذلك لا يكون إلا بفهمه، أما قراءته بلا فهم فلا تتناوله الأحاديث والآيات التي تكلمت عن فضل القرآن والاهتداء به والانتفاع من بآياته والاستنارة بنوره، تطبيقه فقط هو المقصود من ذلك كله. نعم، النقطة الثانية: عليك تقديم برمجة نفسك على النوفاب، على التعافي، يعني على كل شيء في حياتك. المقصد من البرمجة أن تذكر نفسك وتتأثر بشكل كبير شعوريا، ناحية أنك تستحضر مدى فداحة وهول وسوء الوقوع ومدى أهمية وعظم حياة التعافي. ذكرنا هذا في مواطن أخرى. فعليك تقديم البرمجة على كل شيء في حياتك إن كنت مدمنا. نعم، قد يكون هناك أمر مفيدا تعمله بدلا منها، لكن من البرمجة، لكن إن كان هناك احتمال 1 بالمليون أن تزل أو تتفقد صورة من الصور، فقم بالبرمجة، لأن كل ما هو مطلوب منك كمدمن في حياتك هو أن تمضي ما بقى من حياتك متعافيا، وذلك يعني أنك ستكون أن كنت تقضي ما بقى من حياتك متعافيا، يعني ذلك أن تكون متقربا من ربك، سليم الصدر، طاهر القلب، سعيد بالطبيعة، سعيدا بالطبيعة والمحيط، ممتنا لما أعطاك الله إياه، حسن التواصل مع غيرك، راسخا في نفسك، عميق النوم في ليلك، صحي في طعامك، متحركا في يومك، مرتاحا في بالك، راضيا عن حالك، مهتما بما ينعكس على نفسك إيجابيا من محيطك، قائما على تجهيز الداعم لك من ظروف حياتك. نقطة ثالثة: أبدا لا تغتر بنفسك، وابعد دوما هاتفك، ولا تعول على إرادتك بل على توفيق ربك، وأخذك الكامل الجاد في الأسباب الحاجزة عن وصولك إلى ما يضرك. نقطة رابعة: الإقناع ليس هو الحل. أنت مقتنع أساسا بالكثير من الأمور التي لا تطبقها، أنت مقتنع بأن الطعام الصحي مفيد لك لكنك لا تلتزم فيه، مقتنع بالرياضة أنها مفيدة لك لكنك لا تلتزم فيها، مقتنع بأمور كثيرة لا تطبقها،
التحفيز نعم ينفع كثيرا لكن ليس كافيا، بل لابد من إزالة المؤثرات الخارجية والخروج من النمط الذي يجعلك تنتكس كل مرة، والاستعانة بالله تعالى وتزكية قلبك والعيش لمعنى والإيمان بأن حياتك لها معنى عظيم وأنك محظوظ وأن رب العالمين أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن تقلع عن طلب الكمال وتعرف أن السعادة موجودة بالبساطة، وأن طلب التميز عن الناس هو الغرور الذي قصم الظهور. طلب التميز عن الناس، طلبك لتميزك، طلب التميز، حب التميز، والذي يسمى زوراً وباطلاً بالنجاح. بدل من أن يكون همك خدمة غيرك يكون همك أن تتميز. قال أو قلت طلب التميز عن الناس هو الغرور الذي قصم الظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التواضع وحب خفض جناحنا للمؤمنين. وأن حب العلو في الأرض هو الخسارة في الآخرة وفي الدنيا، وأن وضعك هنا في الدنيا هو أن تنجح في اختبار الحياة وأن تفوز بالجنة وتحصل على رضا مولاك وأن تتواضع للمسلمين وتخدمهم بما تستطيع. فخير الناس أنفعهم للناس، أن يتعدى نفعك لغيرك بعد نفعك لنفسك. المهم أن تحمد ربك أن انتهى اليوم بلا فاب وبلا إباحية وبلا استخدام غير واعي للهاتف الذكي، وأن تعرف أن هذا هو النجاة من العذاب، وأن النوفاب هو المخرج من الفزع الاجتماعي، وهو النجاة من انحسار الصحة التي أنعم الله بها عليك، وأنه النوم العميق وهو الارتياح الداخلي الشديد، وهو البداية لكل خير والنهاية لكل شر، وهو المفتاح لباب الحياة الطيبة بالنسبة للمدمن، وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، أي بداية ذلك بالنسبة للمدمن، والتوازن النفسي والجسدي، والانتشاء لمجرد مضيك في العيش اليومي، أي أن تنتشي لمجرد أثناء التعافي وحياة النوفاب بالنسبة للشخص المتعافي، يعني ذلك أن تكون منتشيا لمجرد أنك أنت ماضي في يومك تعيش حياتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.